عليكم، ازيكم؟ الحقيقه الحلقه دي مليانه مفاجآت بشكل غير طبيعي. يعني بص، هتسمع فيها كميه ملفات ما سمعتهاش قبل كده، واسرار اول مره تطرح في الاعلام. يعني بص بقى، حتى التلفزيون المصري ما غطاهاش ولا الاعلام المصري غطاها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في كميه مفاجآت وفضايح طالعه حاليا من امريكا بتمس مصر والسعوديه بشكل كبير جدا. والمفاجآت دي هم ثلاث مفاجآت وثلاث قضايا كبار جدا. وبرغم ان الكونجرس الامريكي وافق رسميا للاداره الامريكيه الحاليه برفع سقف الدين، وان الحزب الديمقراطي والجمهوري تفهموا ان الاقتصاد الامريكي هيمر بمراحل صعبه فوافقوا لرفع سقف الدين عشان امريكا تمشي بالديون وتمشي بالديون اكبر من الديون اللي فاتت. بس احنا بنتكلم على ثلاث ملفات تانية. ايه اول ملف؟ اول ملف يمس الاداره الامريكيه السابقه دونالد ترامب وعلاقته بالسعوديين. طلعت مجله نيويورك تايمز، حبيبتي نيويورك تايمز دي، طلعت نيويورك تايمز تقول لك ايه؟ تقول لك في مفاجاه مدويه. انت عارف علاقه دونالد ترامب كانت جيده جدا بالسعوديين، يعني السعوديين فتحوا بابهم لدونالد ترامب والاداره الامريكيه السابقه بشكل كبير جدا. على طول كان في زيارات، على طول في تصريحات مرحبه بالاداره الامريكيه بشكل كبير من قبل السعوديين، والعكس صحيح، دونالد ترامب كان بيخدم السعوديين بعينيه. يعني الحقيقه النيويورك تايمز تفجر لك مفاجاه وتقول لك الدليل على حسن العلاقات دي ان دونالد ترامب تلقى ايه 82 هدية من السعودية. انت متخيل؟ خلي بالك، تتكلم هنا على اهداء رئيس، تتكلم ان السعودية بتهدي رئيس، فاكيد كل هدية من ال 82 دول يعني ثروة لوحدها، يعني دي مش هدية عادية. الحقيقة نيويورك تايمز سابت الهدايا دي كلها وركزت على ان في 2017 دونالد ترامب قام بزيارة كبيرة جدا للسعودية، وتم اهدائه هدايا من نوع خاص. الهدايا دي عبارة عن ايه؟ ثلاث انواع من المعاطف معموله من الفرو النادر بتاع النمور البيضاء. على فكره النمور البيضاء دي من اكتر انواع النمور مهدده بالانقراض. السعوديه اهدت دونالد ترامب معطف او زي بلطو كده او جاكيت معمول من فرو النمور البيضاء. مش بس كده، وفي فرو من فهود كمان. هما ثلاث معاطف او ثلاث جاكيتات معمولين من الفرو، دول تمنهم غالي جدا جدا. في نفس الوقت دول خنجر معمول من العاج. الخنجر ده عند السعوديين حاجه كبيره جدا. فحقيقة دونالد ترامب يعني حب الهدايا دي، وبرغم ان في محامي طلع وقال على فكرة دونالد ترامب ما ينفعش ان هو يمتلك هدايا فيها فرو من انواع حيوانات مهددة بالانقراض، الا ان دونالد ترامب تمسك بالهدايا وقال لك لا محامي ولا قانون، انا بتاع الهدايا، الهدايا دي بتاعتي محدش ياخدها. الحقيقة ان في اخر ولاية دونالد ترامب كان مضطر ان هو يسلم الهدايا دي لادارة الاسماك والحياة البرية او الحفاظ على الحياة البرية، حاجة كده. الحقيقة ان الادارة دي هي مسؤولة عن اي حاجة متعلقة بالحيوانات، وخاصة لو حيوانات مهددة بالانقراض هي مسؤولة عن الحاجات دي. الا ان دونالد ترامب ما سلمش الهدايا دي للادارة دي، بالعكس هو سلمها للخدمات العامة، ما حبش حتى يتعامل مع الحاجة الصح. يعني خدمة العامة بعد كده سلمت الهدايا دي للادارة بتاعة الحياة البرية. المفاجأة ان من كام اسبوع بالظبط عملوا تحليل للهدايا دي او للمعاطف دي، لقوها مزورة. ده لا فرو بتاع فهد ولا فرو بتاع نمر ابيض ولا اي حاجه. السعوديين كانوا بيشتغلوا دونالد ترامب والجاكيتات دي مصبوغه، يعني فاهم ازاي؟ يعني مش هنديك حاجه اصليه، يعني انت فهمتنا غلط. بس مش هنا برضو المفاجاه الوحيده. حقيقه ان المفاجاه الثانيه هنا بيقول لك كان في قمه الجي 7. جي 7 دي قمه بتحصل لاكبر 7 دول في العالم واقوى 7 اقتصاديات في العالم. القمه دي كانت هتحصل في امريكا. الحقيقه ان تم تجهيز للقمه دي بشكل كبير، وتم تجهيز هدايا لكل رئيس هيحضر القمه. فجأة كده القمة اتلغت. بعد ما اتلغت قالوا هيعملوا ايه في الهدايا؟ قال لك في ناس في الإدارة الأمريكية في الوقت ده اختلست الهدايا دي، يعني الهدايا دي ما رجعتش تاني داخل الخزانة الأمريكية خالص. اختلست الهدايا داخل إدارة دونالد ترامب، ودول من المعينين اللي عينهم دونالد ترامب. فضايح فضايح. شوف قد ايه. مش بس كده، طلع موقع NBC News بيقول لك على فكرة ده في ناس من المعينين من قبل دونالد ترامب اختلسوا هدايا في خزانة وزارة الخارجية الأمريكية. شوف قد ايه، اختلسوا هدايا جوه الخزانه بتاعت وزاره الخارجيه، خدوها سرقوها. فواضح كده ان اداره دونالد ترامب عندها مشاكل كتيره جدا جدا. يعني ضحك عليهم في الهدايا، السعوديين دوم على قفاهم تقريبا، وطلعوا ان هم بيسرقوا هدايا من داخل وزاره الخارجيه. الحقيقه اكتر تعليق انا شدني في المقاله دي كلها بيقول لك ايه؟ بيقول لك كان في فوضى عارمه في موضوع الهدايا ده ايام دونالد ترامب، يعني فوضى عارمه، الناس دي بتهرج. خلينا بقى من الماضي نخش في المستقبل.
ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت عارف عمالين يشنوا هجوم ضاري على مصر بشكل كبير جدا في ملف حقوق الانسان، وان ملف حقوق الانسان ده مصر لازم تراعيه، والملفات بتاعت السجون ولازم تعملوا سجون جديده والسجون القديمه دي مش ولا بد، وتفرجوا بقى عن المعتقلين، وكل يوم عمالين يدونا دروس ازاي موضوع ملف حقوق الانسان وملفات حقوق الانسان. ولما جت اداره جو بايدن تقتطع فقط 130 مليون دولار من ال 300 مليون دولار اللي عاملين عليهم مشكله، كل مؤسسات حقوق الانسان هاجت على الاداره الامريكيه الحاليه، وازاي بس تقطعت 130 المفروض تشيل 300 كلهم، وكلام كبير جدا. الحقيقه في مفاجاه مدويه، طلع قاضي قالك على فكره انا جاي لي قضيه بتاعت واحد من اللي اقتحموا مبنى الكونجرس، اقتحموا مبنى الكونجرس ايام برضو دونالد ترامب، دونالد ترامب مكمل معاه. الراجل ده تم اختراق حقوقه الفيدراليه او الدستوريه زي ما انت عاوز تقول. ايه هي حقوق الراجل ده؟ اتعذب الراجل ده، اتعذب وهو عنده سرطان اصلا، والقاضي عمال يصوت. انت بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الامريكان اللي كل يوم تصبح وتنام يقول لك حقوق الانسان، بيعذب ناس عنده. ولو قلت لك الناس اللي اقتحمت الكونجرس دي مش هشوفها تاني، يعني مش هشوفها تاني، مش هشوف الوشوش دي تاني خالص، ده انساهم، ده كل واحد واخد 20 او 25 سنه سجن، فانساهم خالص. دي قضيه هتفجر الاوضاع في امريكا الكام يوم الجايين دول، لان دي قضيه لسه تم الاعلان عنها. خش بقى على القضايا الكبيره والفضايح الحلوه الحديثه جدا. انا جيت قلت لك من كام يوم وعملت حلقه وقلت لك على فكره ابن جو بايدن ده هيجيب ورا، يعني الراجل ده هيعمل مشكله كبيره جدا للرئيس الامريكي. هانتر بايدن عنده مشكله مع الصين، كان عامل صفقه مع الصين او مع شركه صينيه، اكبر شركه طاقه صينيه خاصه، عامل معاها صفقه ب 10 مليون دولار، والصفقه دي فجاه كده تعاظمت بشكل كبير. والحقيقه ان تم الكشف عن ايميل حديث، ما انت عارف ابن جو بايدن هانتر بايدن ده رايح يصلح اللابتوب بتاعه عند واحد صاحبه، فالظاهر كده في الاخر تم تسريب الحاجات اللي على اللابتوب ده للميديا الامريكيه، والاف بي اي بتحقق في اللابتوب ده. خلاص، يعني اكتر صحيفه بتطلع ايميلات من داخل اللابتوب ده هي الديلي ميل البريطانيه، معرفش ازاي، يعني الموضوع حصل في امريكا، الديلي ميل هي اللي عماله تسرب لابن جو بايدن. فكان في قضيه فساد مع الصين بشكل كبير، من ضمن الايميلات اللي خارجه هانتر بايدن بيقول للشركه الصينيه دي معلش اصل في رقم 10 هيتم احتفاظه للراجل الكبير. ثانية واحدة، رقم 10 ده اللي هو ايه؟ 10 مليون دولار. الراجل الكبير اللي هو مين؟ جو بايدن ابوه، يعني هو هانتر بايدن من امتى بيعمل صفقات ب 10 مليون دولار؟ ما تعرفش. بس الايميل اللي خارج بيقول لك هيتم الاحتفاظ برقم 10 للراجل الكبير. ده اول قضية. ثانية قضية، كان في اوكرانيا شركة اوكرانية خدت هانتر بايدن ده عينته في مجلس الإدارة بتاع الشركة. خلاص، وهو يبقى هو مسؤول عن العلاقات الامريكيه الاوكرانيه، مع ان الراجل هايف، الراجل ده ابوه في الوقت ده كان نائب رئيس الامريكي، بس هو كشخص اي كلام، صح؟ يعني ده راجل بيشم وبتاع، يعني حاجات مش ولا بد، الواحد مش عاوز يخش في ملفات تانية، بس الراجل ده مش سوي قوي يعني عشان يتاخد يتحط جوه مجلس الاداره. الحقيقه ان في ايميل خارج تم ارساله لهانتر بايدن رئيس مجلس إدارة الشركة الأوكرانية دي، بيشكر هانتر بايدن إن هو عرف يرتب له اجتماع مع الراجل الكبير برضه. ما هو قمة الفساد بقى، ما هو فساد بفساد، كل ده في الماضي مالناش دعوة بيه. الحقيقة إن آخر إيميلات خارجة من الديلي ميل البريطانية أكثر مفاجأة. تقول لك إيه؟ تقول لك على فكرة هانتر بايدن اعترف للإف بي آي إن هو عنده حساب مشترك مع أبوه في البنك. ثانية واحدة بقى، هانتر بايدن كان داخل في صفقتين كبار جدا، صفقة أوكرانية وصفقة مع الصين، وكل صفقة من دول بمبلغ. الراجل اعترف للاف بي اي ان هو عنده حساب مشترك مع ابوه، يعني الفلوس اللي داخله دي ممكن تكون داخله لمين؟ لابوه. وهو مش بس كده، طلعت الديلي ميل وفجرت مفاجاه وقالت لك الشريك التجاري لهانتر بايدن كان هو المسؤول عن محاسبه الضرائب لهانتر بايدن. اكتشفوا ايميلات خارجه جديده بتقول لك ايه؟ بتقول لك الشريك التجاري ده ارسل ايميل لابو هانتر بايدن وكان بيكلمه شخصيا، يعني الراجل ده اللي هو اسمه تشيفرن، تشيفرن ده شريك هانتر بايدن المفروض يتكلم معاه هو، لا ده كان بيتكلم ابوه بخصوص ايه؟ بخصوص عمليات ضريبيه. واكتر ايميل غامض وفي فضيحه، تشيفرن ده بيبعت لهانتر بيقول له على فكره انا سويت مسائل ضريبيه كانت جامده جدا وكان هيحصل علينا مشاكل بس انا عرفت احلها، وفي الاخر انا جاي لي شيك او معايا شيك، تحب احطه في حسابك ولا احطه في حساب ابوك؟ انا متهيألي احطه في حسابك لان ابوك مديون ليك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الراجل ده اللي اسمه شيفرن ماسك المسائل الضريبيه بتاعت جو بايدن نفسه وهانتر بايدن. خلي بالك احنا بنتكلم هنا ايام جو بايدن ما كان نائب رئيس، احنا بنتكلم على فضيحه كبرى، فضيحه كبرى، وعمال يشيل فلوس يحطها من هنا ويحطها هنا. ليه؟ هو بيناقش ضرايب، لو الضرايب بيتكلم على حساب هانتر بايدن يشيل الفلوس يحطها في حساب جو بايدن، لو بيناقشوا اي مسائل ضريبيه تاني يرجع الفلوس تاني لهانتر بايدن. انت واخد بالك الفضيحه منين؟ يعني دي كارثه.
اكتر مصيبه وفضيحه. جيت انا قلت لك من كام يوم قلت لك ان هانتر بايدن ده عمل فيها فنان وقال لك انا هروح اعمل معرض للوحات الفنيه بتاعتي، وجيت قلت لك ان في خبير بص على اللوحات بتاعت هانتر بايدن دي وقال على فكره لو انت دفعت في اللوحه دي 5000 دولار يبقى انت مضحوك عليك، اللوحه دي اخرها 1000 دولار وبرده مضحوك عليك. شوف قد ايه 1000 دولار وبرده مضحوك عليك. فجاه ان المعرض تم في نيويورك، وعلى فكره فوكس نيوز بتفكر لك بفجاه ضخمه وتقول لك على فكره المعرض ده كان حواليه مئات المعارض، الا ان المعرض ده الاكثر مبيعا في المعارض كلها. خد بالك بقى من الكلام، الولد بيرسم لوحات وبيعرضها في معرض ابن جو بايدن رئيس امريكا. خد بالك بقى من الكلام. حقيقة طلع موظف سابق في ادارة باراك اوباما، الوصف يعني واضح، هو قال لك ايه يعني ده تقارب كبير. هو قصده يقول من ضمن المقالة ومن ضمن التصريحات دي كلها، هو قصده يقول دي رشوة مقننة. ليه؟ واسمع بقى الفضائح. ابن جو بايدن اللي هو هانتر بايدن عارف باع اللوحة بكام؟ على حسب الديلي ميل البريطانية باع 5 لوح كل لوحة ب 75,000 دولار، وفي لوحات داخل المعرض ده من 75 ل 500,000 دولار. These paintings by President Biden's son Hunter are sparking ethics concerns for the White House. Hunter's artwork is set to be displayed and sold this fall at private and invite-only showings in Los Angeles and New York City, priced between $75,000 to $500,000 per piece. فوكس نيوز بتصوت ومحدش بيسأل فيها. ابن رئيس الجمهورية يعمل معرض داخل نيويورك واللوحة ما تساويش 5000 دولار او 1000 دولار تتباع ب 75,000 دولار وفي لوحات متمنها ب 500,000 دولار. Are crying foul. It just is implausible that this art from an unknown artist would be selling at this price if it didn't have the Biden name attached to it. The cachet that comes with buying this art is getting to say that you own art created by the president's son. الحقيقة أنا عاوزك تبص على رد فعل جين ساكي متحدثة باسم بيت الأبيض. ابتدى التوتر ينتابها في كل مؤتمر صحفي، خلاص؟ وبص هي بتعمل ايه؟ صحفي زنقها سؤالين ورا بعض بخصوص هانتر بايدن ابن جو بايدن، بص كده عامل ايه؟ I know this is your favorite topic, but it, again, it still is the purview of the gallerist. We still do not know and will not know who purchases any paintings, and the president remains proud of his son. White House. Did you have another question on something else? Otherwise, we're going to move on to some other topics. Let's going on in the world. Fox News وديلي ميل ابتدوا يلاحظوا ان جين ساكي ما بتتسألش غير على ابن جو بايدن وقضايا الفساد بتاعته والايميلات اللي كل يوم تخرج. يعني على فكره وانا بكلمك دلوقتي في ايميل خارج في فوكس نيوز بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكتشفوا ايميل خارج من جو بايدن لبنته بيشتكي لها ان هانتر بايدن ده بيضيع فلوسه وبيضيع مرتبه بتاع كل شهر. فضايح، يعني فضايح، يعني فوكس نيوز دي مركزه على الموضوع بشكل كبير جدا على ابن جو بايدن. حقيقه ديلي ميل البريطانيه عماله تفجر مفاجات بخصوص ابن جو بايدن اللي هيجيبه ورا، وبالفعل هيجيبه ورا، وان المعرض اللي عمله ده قمه التهريج. على فكره طلع البيت الابيض او جين ساكي وقالت على فكره احنا خدنا التدابير الكبيره جدا ان احنا نخفي اسماء الناس اللي اشتروا اللوحات دي عن البيت الابيض، يعني جو بايدن ولا هانتر بايدن يعرفوا مين اللي اشترى اللوحه عشان نشيل اي شبهه فساد او اي حاجه. بس الواضح الموضوع مش عايز كلام، يعني واحد هيدفع 75,000 دولار في لوحه اي كلام، تخفي اسمه ما تخفيش اسمه خلاص. وعاوز اقول لك حاجه، ان موقع بوليتيكو فجر مفاجاه من العيار الثقيل وقال لك على فكره هانتر بايدن كان واخد قروض من جماعات ضغط امريكيه ايام ما ابوه كان شغال ايه؟ نائب رئيس جمهوريه. يا جماعه بوليتيكو بتقول لك كلمه كبيره جدا، بتقول لك على فكره دونالد ترامب كان عمال يتهم هانتر بايدن ان عنده مشكله والراجل فاسد وان ابوه هو اللي بيساعده على الفساد والكلام ده كله، واحنا افتكرنا ده بوليتيكو اللي بتقول، واحنا افتكرنا ان بعد الانتخابات الامريكيه ما تتم او تخلص خلاص اسم هانتر بايدن او اسم جو بايدن مش هيطلع على مقالات مرتبطه بالفساد. الحقيقه ان الاسم ما زال بيتردد على كل المواقع الخاصه بالفساد. هانتر بايدن ده مش محتاج قضيه زي اوراق باندورا، ده الموضوع باين زي الشمس. انا عاوز اقولك ان في محلل كان طالع على فوكس نيوز بسمعه بيقول للمذيع الموضوع مش عاوز عبقريه، يعني المواضيع واضحه، لوحه ب 75,000 دولار و 500,000 دولار، معرض اكتر معرض مبيعا من ضمن المعارض اللي حصلت في اليوم ده بالذات، الموضوع مش عاوز عبقريه، يعني مش محتاج فكره يعني، صح؟ فالكلام ده في سابقه خطيره جدا فجرتها مين بقى؟ فجرتها الديلي ميل البريطانيه بتقولك على فكره احتمال جو بايدن يتشد شخصيا، رئيس امريكا هيتشد في تحقيقات الاف بي اي بخصوص الحساب المشترك اللي بينه وبين هانتر بايدن.
يعني ما انت ما بتمشيليش ابنك يعمل صفقات وانت تاخد الفلوس، صح؟ هو حساب مشترك. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس انا بس بعتب على الناس اللي هي شايفه امريكا دي قمه في النزاهه وقمه حقوق الانسان وقمه في كل حاجه خالص. الناس عندهم فضايح ومشاكل اكتر مننا بكتير. وهتقولي اصل هم بيبينوا فضايحهم وبيحققوا الكلام ده كله، احنا ما عندناش حتى لو وصلنا. شوف ايام مبارك، معلش يعني هقول ايام مبارك، احنا نزلنا ثوره ضده ما كانش عنده فضايح دي. يعني معلش يعني مبارك ما كانش عنده فضايح دي. اللي قامت ثوره ضده ما حصلش كده. انت بتتكلم على رئيس امريكا الحالي ما زال يحكم وابنه بيرسم وكل لوحه للتقرب من جو بايدن. ويا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر. تحيا مصر، سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي